نشرة الأخبار مع المهلهل حميد وندى لؤي. النشرة الرئيسة من العراقية الإخبارية نبدأها وإياكم بأهم العناوين. الكاظمي في أربيل للمرة الأولى في عمر حكومته، وتفاهمات حول النفط وحل الملفات العالقة مع الإقليم. صارت عليها ملاطم، أنا عرفت المشكلة فيها، شنو الأرقام اللي فيها، صار عليها عركة وظلنا يومين. خلافات تعطل الاتفاق على التعديلات الدستورية، والبرلمان يرفع جلسته إلى إشعار آخر. في الملف الأمني عمليات مستمرة لنزع السلاح غير المرخص، وسقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد. نسب الشفاء في العراق هي أعلى من المعدل العالمي منذ أشهر الحمد لله، خصوصا في الفترة الأخيرة ازدادت بشكل ملحوظ. العراق يسجل أعلى معدل شفاء من كورونا في العالم، والصحة تسجل أكثر من 4500 إصابة. السلام عليكم. التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من المسؤولين في أربيل، وذلك خلال الزيارة الأولى التي يجريها الكاظمي بعد تسلمه المنصب. وأكد أثناء اللقاءات أن الإقليم جزء أساس ومتكامل من العراق، معتبرا أن الحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلا آمنا للبلاد. من جانبه أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن سعادته بزيارة الكاظمي، مؤكدا توافر النوايا لدى الجميع لبذل الجهود في الإصلاحات وحل الملفات العالقة بين الجانبين. فيما أبدى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استعداد حكومته لحل جميع الملفات العالقة وترسيخ الحلول طويلة الأمد. وفي سياق متصل، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قضاء زاخو في إقليم كردستان قادما من محافظة أربيل. مراسل العراقية الإخبارية ذكر أن الكاظمي وصل إلى قضاء زاخو في زيارة تفقدية لمخيم النازحين ومنفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا. من جانبه قال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي أن كردستان أبلغت الحكومة الاتحادية باستعدادها لإدارة المعابر بصورة مشتركة فيما بينهما وتسليم 50% من عائداتها إلى بغداد. وخلال الزيارة أيضا تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخيم قادية في محافظة دهوك، واطلع على أوضاع النازحين في المخيم واعدا بتلبية كافة متطلباتهم التي يحتاجونها، فيما أكد حرص الحكومة على العمل لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار. زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أربيل حملت في طياتها العديد من الملفات، أبرزها النفط والغاز والمنافذ الحدودية، وقد لاقت ترحيبا من قادة الإقليم الذين أكدوا تعاونهم مع حكومة الكاظمي للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. رئيس الوزراء العراقي يصل إلى أربيل وفي جعبته جملة من الملفات الخاصة بشأن المنافذ الحدودية وميزانية عام 2021 والمادة 140 وحل المشاكل المتعلقة بالمنافذ الحدودية وعدد من المواضيع الأخرى يتباحثها مع الجانب الكردي في حكومة إقليم كردستان. يبدو هناك إرادة سياسية متوفرة من الطرفين لحل جميع المشاكل العالقة وعلى رأسها مسألة المنافذ الحدودية والنفط والغاز وحصة الإقليم من الموازنة، ومن ثم بعد ذلك هناك مشاكل أكبر، ولكن نحن اليوم خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح، وهناك تفاؤل أيضا في الشارع الكردي إن صح التعبير لهذه الزيارة، لأنه يبدو كما أسلفت بأن هناك إرادة حقيقية لحل جميع الملفات ووضع حد لمعاناة الشعب الكردي والشعب العراقي بشكل عام. الجانب الكردي بدوره رحب بهذه الزيارة
وأكد تعاونه مع الحكومة المركزية ومناقشة جميع الملفات المتعلقة بين الحكومتين. الجميع في إقليم كردستان متفائل بهذه الزيارة، وتقرأ من هذه الزيارة النية الحقيقية للحكومة العراقية في حلحلة هذه المشاكل، ولكن لا نخفي أن هناك مخاوف من أن لا تدوم هذه العلاقات الودية بين الطرفين بسبب محاولات لبعض الأطراف المتنفذة لخلخلة الاستقرار بين الطرفين ولتخريب العلاقة مرة أخرى، لكن قيادة الإقليم تؤكد على دعمها للكاظمي ودعمها للبرنامج الحكومي للكاظمي. الجلوس على طاولة واحدة بين بغداد وأربيل من شأنه حل الكثير من المعوقات المتعلقة بين الحكومتين ووصولهم إلى حلول ناجعة تأخذ البلاد إلى بر الأمان. للعراقية الإخبارية حسين زنقنا، أربيل. زيارة الكاظمي لإقليم كردستان لاقت تفاؤلا كبيرا في الأوساط النيابية، فأعضاء في مجلس النواب يرون أن بوادر حل الملفات العالقة بدأت تلوح في الأفق. المنافذ الحدودية والمطارات ورواتب موظفي الإقليم ملفات تراكمية يتوجب على حكومتي بغداد وأربيل تصفيرها بحسب وجهة نظر برلمانيين. الكاظمي في إقليم كردستان في زيارة هي الأولى من نوعها لمناقشة ملفات في غاية الأهمية تتعلق بالموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية. برلمانيون أكدوا أهمية هذه الخطوة التي تعمل على تصفير بعض الملفات العالقة التي تحمل جدوى مالية وطاقة. سيكون هناك طبعا أكيد اجتماعات حول زيارة زيارة أتت عقب جولات مطولة من الحوار بين بغداد وأربيل أفضت إلى إيجاد قاعدة تفاهمات مشتركة لملفات كثر الحديث عنها في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية. اليوم هناك تفاهم كبير بين السيد رئيس مجلس الوزراء والإقليم، وهناك دائما نسمع يعني أصوات من الأخوة في الإقليم ومن الحكومة بأن هناك تفاهمات، وهذه التفاهمات راح تفضي إلى عملية حل لكل الإشكالات والملفات، منها قضية المنافذ، منها المطارات. ويبدو أن بوادر اتفاق شبه نهائي بين بغداد وأربيل بات يلوح في الأفق عبر تصفير لأغلب الملفات التراكمية العالقة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. من أربيل مباشرة ينضم معنا الكاتب والمحلل السياسي ناوزاد بولس. سيد بولس، مساء الخير. ماذا تمثل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أربيل في هذا الوقت؟ أهلا وسهلا. طبعا الزيارة اليوم زيارة انتقالية ونوعية في الحوار بين بغداد وأربيل، لكون هذه الزيارة جاءت بعد 100 يوم من استلام الكاظم لرئاسة الوزراء، وكانت أخذت طابعا تفقديا وليس حواريا، واللقاء فقط برؤساء الكتل أو رؤساء الإقليم، وإنما جاءت تفقدية. وهذه أول مرة لرئيس وزراء عراقي يتفقد
أحوال الناس ويتفقد المناطق الحدودية ويزور النازحين في مخيمات، وهذا دليل على اهتمام الكاظمي بأن ملف الإقليم هو ملف وطني، وهذا يؤكد على حرص رئاسة الوزراء وعلى إدامة العلاقة بين الإقليم وبغداد. وأتصور أيضا أن هذه الفترة الحالية هي فترة انتصار للعراقيين كي يقضي على التدخلات الإقليمية والخارجية، لأن أربيل بحاجة إلى بغداد وبغداد بحاجة إلى أربيل، فإن هذه الزيارة لاقت استحسان وارتياح شعبي في إقليم كردستان قبل أن يكون في جميع أجزاء العراق، وفي نفس الوقت لاقت استحسان القوى السياسية في إقليم كردستان. وأنتم تعرفون جيدا أن المشاكل العالقة قد لا تدوم. نعم هناك مشاكل عالقة مثل النفط والغاز ورواتب الموظفين وميزانية إقليم كردستان، ولكن التأكيد على الحوار والدستور هو المحك سوف يقلل حل هذه المشاكل. يعني عند الوقوف عند هذه النقطة سيد بولس، يعني هنالك اتفاق كردي مع وكذلك من قبل الحكومة الاتحادية، وكما ذكرت اللجوء إلى الدستور لحل هذه الخلافات، لكن السؤال أين كانت هذه الدعوات سابقا؟ أكيد تعرفون جيدا بأنه دعوات مستمرة كانت في مجلس النواب والقوى السياسية، والمستقبل العراق السياسي تغير منذ عام 2019 منذ انتفاضة تشرين واليوم، حيث وهذا التغيير وتكليف السيد الكاظمي لهذه المرحلة الانتقالية، إنها مرحلة انتقالية يجب أن يستوعب الجميع أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يكون حلول لجميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والصراعات الداخلية، وهذا جزء الصراع الداخلي الإقليم وبغداد هو هذا جزء من سيادة الدولة العراقية، فإذا تحسنت العلاقة بين أربيل وبغداد فإن هيبة الدولة العراقية ستكون قوية، وهيبة الدولة وسمعة الدولة العراقية في المجتمع الخارجي ستكون قوية. وأيضا جاءت بعد محاورات وحوارات واتصالات عديدة من زيارة لواشنطن وزيارة فرنسا الرئيس الفرنسي إلى بغداد، وزيارة طيب يعني سيد بولس ما هي سيد بولس مؤخرا إلى بغداد واللقاء بالكاظمي ووفود أخرى. نعم ما هي الضمانات يعني بتنفيذ هذه الاتفاقيات اللي يتوصل إلها الجانبان حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحل هذه الخلافات؟ الضمانات هي النيات، وهناك نيات طيبة كما أكدها جميع المحللين والمراقبين، وهناك نيات لحل القضايا دستوريا. الدستور سوف يكون المحك، وإذا عاد الطرفين إلى الدستور وإلى القوانين العراقية وإلى حل الخلافات، منها قضية النفط والغاز قضية مهمة، قضية الرواتب الموظفين، ميزانية الإقليم قضية مهمة يمكن حلها بالحوار، فإن الإقليم هو جزء من العراق، فهذه الزيارة التفقدية أثبتت أن الإقليم هو جزء من العراق حاله وحال البصرة وغير المناطق، وأن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإقليم وإلى المحافظات الثلاثة، واللي أول مرة يزور تفقد مناطق عديدة من المنافذ الحدودية ومنها كامب للنازحين، فهذا دليل على اهتمام والنيات الطيبة بين الطرفين. وأيضا هناك ظروف مستعصية بأن يواجه تحديات. هذه التحديات أستاذ بولس، سيد بولس، هذه التحديات ما هي التحديات التي تقف أمام توصل الجانبين المركز والإقليم؟ ما هي أبرز التحديات لتنفيذ هذه الاتفاقيات، قصد الاتفاقيات طويلة الأمد؟ نعم اتفاقيات التحديات كثيرة، منها الوضع الأزمة البيئية والأزمة الصحية التي يعاني منها العالم ويعاني منها العراق وإقليم كردستان أيضا،
أحد هذه النقاط الرئيسية الأزمة الاقتصادية، أزمة عدم وجود السيولة النقدية، الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، منها قضية انخفاض النفط وانخفاض قيمة النفط. هذه كلها تحديات يواجهها الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أيضا. إذا هذه التحديات جميعا، الوضع السياسي الراهن، المرحلة الانتقالية، مطالب الشارع، مطالب الجماهير في العراق وفي إقليم كردستان أيضا، هذه المطالب. اختلف الوضع العراقي كما كان قبل عام. اليوم الشباب، المجتمعات العراقية كلها تطالب بمطالب، يعني هل نفهم من كلامكم أستاذ بولس؟ فإذا هذه نعم، يعني هل أفهم من كلامك يعني أنه هذه التحديات وكل هذه المعطيات اللي ذكرتها أدت إلى إخفاق الاتفاقيات السابقة في حل الخلافات العالقة؟ عدم تواجد نيات صافية وعدم وجود تفاهم حقيقي كانت السبب في تأجيل هذه المباحثات إلى هذه المرحلة الراهنة. لكن مثل ما قلت، الصراع السياسي في العراق والدور الإقليمي في العراق والتدخلات الإقليمية كانت غير شكل. حاليا التدخلات الإقليمية غير موجودة، لم أقل غير موجودة ولكن تختلف عما كانت في السابق، مما أدى إلى تعميق هذا الحوار بين الإقليم والمركز. وأرى بأنه هناك نعم جهات عديدة تحاول تخريب هذه الأوضاع، لكن إرادة الحكومة العراقية وإرادة حكومة الإقليم سوف تنتصر في الأخير، لأن إرادة الشعب أيضا يجب العودة إلى إرادة الشعب، فالشعب يريد الاستقرار والسلام، والتحديات كثيرة يواجهها الشعب العراقي والحكومة العراقية الانتخابية ومرحلة الانتخابات الجديدة وقانون الانتخابات والكتل السياسية كلها تراقب. عليهم أن يحترموا إرادة هذا الشعب لكي يصل إلى بر الأمان. الكاتب والمحلل السياسي نوزاد بولس من أربيل مباشرة، شكرا لانضمامكم إلينا.
رفع مجلس النواب جلسته حتى إشعار آخر بعد قراءة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون كلية الشرطة لعام 2000 وقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق لبروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، كما أنهى القراءة الأولى للتعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري والقراءة الأولى للتعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري. اختلاف وجهات النظر بين أطراف لجنة التعديلات الدستورية دفع اللجنة للإخفاق في التوصل لاتفاق حول الصيغة النهائية للتعديلات والتي تعلقت في جزء منها بشكل النظام السياسي وصلاحيات المحافظات، فضلا عن إدارة الثروات. تقرير سجاد الموسوي. الخلافات السياسية تتعمق بين أعضاء لجنة التعديلات الدستورية بشأن المواد الدستورية الخلافية. صارت عليها ملاطم، أنا عرفت المشكلة فيها، شنو الأرقام اللي فيها؟ صار عليها عركة وظلنا يومين. فاللجنة لم تتوافق على المادة التي تحدد شكل النظام السياسي وآليات توزيع الثروات وإدارتها بين الحكومة الاتحادية والإقليم. المواد الدستورية بها الحقول الحالية، زين شنو الحقول الحالية؟ يعني إذا بعد 20 سنة انكشفت حقول أخرى، هذه راح تكون من حصة الحكومة أو الإقليم أو المحافظة مالته، هذا ما ممكن. فالنقاش اليوم كان حول هذا الموضوع، مركزية الدولة في الحفاظ على الواردات النفطية، لأن هذه هي عصب وحدة العراق. إحنا اليوم دنفتت البلد بتقسيمنا الموارد النفطية فيما بين المحافظات والأقاليم والحكومة الاتحادية. هناك نقاط خلاف، مثلا قصة النظام هل يكون رئاسي أو يكون برلماني يستمر أو يكون كذا. أنا أقول شخصيا، وجهة نظر شخصية، إحنا اللي فشلنا أو الناس اللي ماسكة للسلطة فشلت بالحكم عبالها تريد تعلق كل شيء برقبة الدستور، هذا غلط. الدستور يحتوي في الباب الثاني منه 33 مادة تخص الحقوق والحريات. وعلى الرغم من وصول لجنة التعديلات إلى المادة 112%، إلا أن نوابا يستبعدون استكمال التعديلات وقبولها من قبل الأطراف المختلفة نتيجة تعنت الكردي على موقفهم وإصرار الحكومة الاتحادية على مركزية إدارة الثروات الطبيعية والقضايا السيادية الأخرى. نحاول جهد الإمكان أن نصل إلى حلول مرضية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، ولكن دستور عقد اجتماعي ما بين كافة المواطنين والمكونات الأساسية في البلاد، ولازم أن يكون هنالك توافق حولها من الناحية السياسية. وإذا لم يكن هنالك توافق فيمكن يتم تعطيل التعديلات الدستورية في الاستفتاء. ويرجح نواب تعثر التعديلات الدستورية المتبقية إذا ما استمرت الخلافات السياسية كما حدث في الدورة النيابية السابقة. وما إن تصل لجنة التعديلات الدستورية إلى المواد الخلافية في الدستور حتى تشتد الخلافات أكثر، لا سيما تلك المواد الخلافية التي تحدد طبيعة وشكل النظام السياسي في البلاد وتوزيع الثروات الطبيعية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. قد تكون من أبرز النقاط الخلافية في الدستور هي ما يتعلق بالثروات ما بين الإقليم وما بين الاتحادية أو حكومة المركز والقضايا السيادية. في بدء الأمر، هل من الممكن أن تفهمنا طبيعة الخلافات حول هذا الموضوع؟ السلام عليكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. فيما يتعلق بلجنة التعديلات الدستورية، حقيقة توجد أكثر من لجنة للتعديلات، أحدهما في رئاسة الجمهورية والثانية في مجلس النواب العراقي. اليوم اجتمعت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، لكن حقيقة لم تتوصل إلى حلول جذرية لمسألة إدارة الثروة النفطية وفق المادة 112 من الدستور، باعتبار أن هذه المادة تقصر الإدارة المشتركة للحكومة المركزية مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط على الحقول الحالية فقط.
أما الحقول المستكشفة مستقبلا فهي أمر تختص به حكومة الإقليم والمحافظة، فبالتالي تم ترحيل هذه المادة الدستورية إلى حين أن يصار إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية داخل لجنة التعديلات الدستورية على هذه المادة، فبالتالي كل المسائل المتعلقة بالثروة النفطية وبالأخص فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم قد تم تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات الدستورية. يعني حضرتك دكتور يعني كما ذكرت عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، هذه الإخفاقات يعني هل في التعديلات حضرت اليوم حضرتك يعني هل بإمكانية مستقبلا إيجاد حلول تفاهمات بين الكتل من أجل المضي في تحقيق بنود الدستور؟ حقيقة في ظل القرار اللي صدرته المحكمة الاتحادية رقم 56 سنة 2017 مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور هو الذي يكلف رسميا باستكمال التعديلات الدستورية، وبالتالي هذه المادة حقيقة تشترط بعد إكمال التعديلات والتصويت عليها من مجلس النواب أن يصار إلى عدم اعتراض ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات، فبالتالي أي ثلاث محافظات سواء كانت كردية أو سنية أو شيعية بإمكانها أن تعترض على المواد الدستورية التي لا تنسجم مع مصلحتها، وبالتالي ستكون الاتفاقات السياسية هي الحاضرة في مسألة تمرير التعديلات الدستورية من عدمها. أما في ظل هذه الأجواء حاليا فأعتقد أنه لا وجود لتعديلات دستورية. ما هي المواد اللي يعني لم يتوصل إلى حل بخصوصها؟ حقيقة كل المواد المتعلقة بعلاقة الحكومة المركزية مع حكومة أقليم كردستان جوبهت بفيتو من قبل المكون الكردي وبالتحديد كتلة التحالف الكردستاني داخل مجلس النواب، فبالتالي ما لم يصار إلى الاتفاق على صيغة سياسية توفيقية كما تم الحال عند كتابة الدستور 2005 سوف لن نخرج بتعديلات. طيب هذه الصيغة التوافقية السياسية بما أنه يعني الشعب قد يكون من الصعب أن يتفق على بنود الدستور بما أنه بالشروط المتحققة الآن ثلاثة محافظات تنقص التعديلات، هل من الممكن أن نترقب اتفاق سياسي؟ حقيقة في ظل الزيارة الحالية اليوم للسيد رئيس مجلس الوزراء أعتقد إذا تم تقريب وجهات النظر وتم الاتفاق على جدولة زمنية لإكمال التعديلات واستكمال مشروع المشاكل المتعلقة بالنفط بين الحكومة المركزية ومن ضمنها الديون السابقة أعتقد أن التعديلات الدستورية ستكون ثمرة من ثمار هذه الزيارة، فبالتالي ننتظر ما ستسفر عنه قادم الأيام، وبالتالي أعتقد أن هنالك شبه اتفاق بين الكتل النيابية داخل أروقة مجلس النواب على المضي بالانتخابات النيابية ولكن ترك مسألة التصويت عليها للبرلمان القادم باعتبار أنه توجد هنالك فوضى في العديد من الملفات. لا يوجد ما يمنع من الناحية الدستورية مجلس النواب حقيقة لأن وفق المادة 142 يقول تشكل لجنة التعديلات الدستورية خلال الأربعة أشهر الأولى أي 2006 من الدورة الجديدة من الدورة الأولى في حين نحن الآن في عام 2020 ولم يتم استكمال التعديلات الدستورية، فالانتهاك الدستوري تحقق سوف ترحل إذن هذه وسترحل إلى دورة مجلس النواب القادم من أجل أن يصار إلى تسهيل مهمة تمرير التعديلات على الاستفتاء الشعبي. طيب ذكرت حضرتك أنه الاحتكام إلى الدستور في حال لم تتوصل لجنة التعديلات الدستورية إلى حل، هل هنالك طريقة أو حل آخر ممكن من خلال الدستور أن نجد حل لهذه المشاكل من خلال الدستور؟ هل طريق آخر نعم ضمنه الدستور؟ نعم فيما يتعلق بالمشاكل الدستورية حقيقة هنالك طريق واحد وهو معطل حاليا وهو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير أي نص نرى أنه يثير مشكلة في التطبيق أو هنالك خلاف على تفسيره، فبالتالي الخيار البديل الآن هو أن يقوم مجلس النواب العراقي بإصدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية ومن ثم تنهي طيب هذه المشكلة. طيب دكتور في سؤال أخير، من يعني عضو مجلس نواب كان ضيفنا في إحدى النشرات السابقة قال بأنه لجنة التعديلات الدستورية حتى الآن مختلف عن عملها إن كان قانوني أم لا لأنهم تجاوزوا المدة الدستورية لتكوينهم، إلى أي يعني ماذا توصلتم بخصوص هذا الموضوع؟ حقيقة سبقا قلت لك أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة التعديلات الدستور وأنا أحد أعضائها وفق المادة 126، لكن نحن نلتزم بالمادة
142، لأن المحكمة الاتحادية قالت قرارها عام 2017 نعم. وقالت يتوجب على مجلس النواب تشكيل لجنة التعديلات، وقرار المحكمة الاتحادية ملزم مبات للسلطات كافة، فبالتالي اللجنة التي شكلها مجلس النواب انتهكت المدة الدستورية، لكن تشكيلها سليم من الناحية الدستورية. نعم. شكرا لك دكتور مصدق عادل الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وسهلا بكم. في ملف العمليات الأمنية لحصر السلاح غير المرخص، أعلنت العمليات المشتركة انطلاق عمليات أمنية في 4 محافظات لتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة. الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أوضح أن حملة عسكرية انطلقت بمنطقة زور نهر ديالة لتجفيف منابع الإرهاب، وأضاف أن قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين في قاطع الحويجة، كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان. تواصل فرقة الرد السريع عملياتها الأمنية في أقضية محافظة ميسان ونواحيها، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة. ملاحقة المطلوبين قضائيا وضبط السلاح غير المرخص في عدد من أقضية ونواحي ميسان مجمل العمليات لقوات الرد السريع التي تواصل ولليوم الرابع على التوالي متابعة تلك الجهات المطلوبة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 10 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة ومصادرة كميات من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى ضبط عجلة تحتوي على مادة الكريستال في ناحية السلام وعدد من المركبات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية. لليوم الرابع من عمليات نزع السلاح في محافظة ميسان مستمرون أبطال فرقة الرد السريع بعملية التفتيش وعملية إلقاء القبض على المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة. اليوم الأبطال في ناحية السلام وناحية العدل عثروا على عديد من الأسلحة الغير مرخصة، بالإضافة إلى عجلة غير أصولية تحتوي على مواد مخدرة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخص وفق مادة 4 إرهاب. تم ضبط عدد من الأسلحة الغير مرخصة، تم إلقاء القبض على أشخاص مطلوبين إلى القضاء العراق وتسليمهم إلى الجهات المطلوبين إلها، ومباشرين بالتفتيش لحد الآن مستمرين. هذه العمليات الأمنية التي تعتمد على الجانب الاستخباري في تحديد الأهداف المطلوبة أسفرت عن تحقيق أهداف مهمة رغم مرور عدة أيام على انطلاقها، وسط تفاعل وترحيب الأهالي بهذه العمليات في عودة الأمن والاستقرار لمناطقهم. تحققت أهداف جيدة جدا. إحنا أولا رحبوا بنا محافظة ميسان بالرد السريع من إجينا من بغداد لحد محافظة ميسان حتى نحقق الأمن وفرض الأمن والقانون الناس نوأهن بالمحافظة، إضافة إلى الناس الخارجة على القانون تم إلقاء القبض عليهم ما يقارب من 1 إلى 10 نفرات إحنا لازميهم بتعاون قسم الاستخبارات وشعبة الاستخبارات باللواء الرابع وتمزجهم بالسجون. يعني الناس تتمنى بصورة عامة تتمنى أنه يتواجد القطاعات العسكرية بالناحية وتتواجد يعني حتى في البيوت في سبيل السيطرة على الوضع الأمني اللي ساء نحو الأسفل. وتستمر العمليات الأمنية لفرقة الرد السريع في أغلب أقضية ونواحي ميسان لحفظ الأمن والقانون، محققة العديد من الأهداف المهمة في إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الأعتدة والأسلحة غير المرخصة. حيدر الجيزاني، العراقية الإخبارية، ميسان. العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية في عدد من المحافظات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين والخارجين على القانون، فضلا عن إلقاء القبض على عدد آخر منهم. تقرير ياسر عامر. قيادة العمليات المشتركة تؤكد أنها وسعت حملات قواتها ضد الإرهابيين والخارجين على القانون،
أربع محافظات استهدفت بالعملية الحالية: ديالى ونينوى وصلاح الدين ومناطقها المنفتحة جغرافيا رقعة ذات أولوية. الجزء الثاني لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، هو القضاء على السلاح غير المرخص وحامليه. البصرة كانت شرارة الانطلاق بهذا الملف الاستثنائي، تبعتها محافظة ميسان والعاصمة بغداد أيضا. تم الكشف عن نتائج عموم العمليات للجمهور: عصابات متنوعة الأداء، أسلحة غير مرخصة ومختلفة، عناصر مطلوبة وفق القانون، آليات مهيئة لإرهاب المواطنين ومثلها مخالفة لقانون المرور بالبلاد. هذه العمليات نفذت بعد تصريحات القائد العام وتأكيده أن المرحلة المقبلة تختلف عن سابقاتها. الترحيب واضح لدى أغلب الفئات المجتمعية، فئات تترقب المزيد من الإصلاحات العامة، إصلاحات تمثل عناصر النجاح بالمهمة الصعبة. تتواصل العمليات الأمنية في محافظة كركوك لملاحقة فلول داعش الإرهابي وفرض القانون. وزارة الداخلية أعلنت أن عملية أمنية استخباراتية بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي انطلقت لتفتيش عدة قرى في المحافظة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 7 أوكار لداعش وضبط 13 عبوة محلية الصنعاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية عالجت العبوات دون أي خسائر تذكر. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي. وقالت الخلية في بيان إن صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون خسائر، وأضافت أن انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات دون ذكر المزيد من التفاصيل. وحول التطورات الأمنية ينضم معنا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. سيادة اللواء مساء الخير. بالبداية خلينا نتكلم عن عمليات حصر السلاح، نتائجها عن ماذا أثمرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مهلا، تحياتي إليك ولزميلتك ولمشاهدي قناة العراقية. حقيقة العمليات لا زالت مستمرة، بعمليات حصر السلاح المفلت به الدولة، وتشاهدون خلال التقارير والصور أنه هناك نتائج جيدة نستطيع أن نقول عنها بإلقاء القبض على العديد من المطلوبين وفق أوامر قضائية، أيضا مصادرة العديد من الأسلحة المتنوعة سواء الخفيفة والمتوسطة والعتدة، وأيضا المواد تدخل بعملية صناعة العبوات الناسفة. إضافة إلى ذلك، حقيقة كان هناك أيضا متابعة لموضوع المخدرات وتجار المخدرات وإلقاء القبض على العديد منهم، والعملية اللي جرت من خلال فرقة رد السريع بمهاجمة أحد الأوكار واللي حقيقة تم قتل أحد الإرهابيين، عفوا المتاجرين بالأسلحة المخدرات، وأيضا استشهد من خلال أحد ضباط فرقة رد السريع. العملية الآن في أيضا نركز على العمل في محافظة ميسان، ولحد هذه اللحظة كل عمليات حصر السلاح سواء في محافظة البصرة وميسان وكل هذه المناطق تحقق النتائج اللي خطط لها في قيادة عمليات مشتركة. ومن خلال زي المساحة اللي راح تشمل هاي العملية، لا توجد مساحة معينة، كل المناطق هي مرشحة أن تكون هناك فيها عمليات، هذا حسب الجهد الاستخباراتي والمعلومات الاستخباراتية. أنا أشرت في كلامي قبل قليل أنه العمليات هذه مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي. طيب، يعني اليوم العراق دخل مرحلة أمنية واستراتيجية جديدة لتقتصر عملياته أو تركز على السلاح غير المرخص وأيضا على الأسلحة التي تبقت من داعش؟ لا، هو اليوم احنا نعمل وفق استراتيجية جديدة. يعني لو نلاحظ أنه بعد عودة السيد القائد العام للقوات المسلحة اللي كان في زيارة لأمريكا وتوجه بعد مباشرة إلى البصرة بعد الأحداث المؤسفة اللي جرت في محافظة البصرة، ركز السيد القائد العام على ضرورة حماية المواطنين وحماية أرواح أبناء شعبنا في محافظة البصرة وفي كل مكان، وركز على العمل الاستخباراتي والجهد الاستخباراتي. وأيضا الموضوع الآخر هو الاستمرار بملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي، لهذا نرى أن اليوم عدة عمليات تنطلق
بآن واحد في مناطق مختلفة في محافظات مختلفة، عمليات حصر السلاح وإلقاء القبض على المطلوبين وفرض القانون وهيبة الدولة، وأيضا في مناطق أخرى في نينوى، في صلاح الدين، في ديالة، في الأنبار، عمليات نوعية واستباقية استطعنا من خلالها ومن خلال أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب قتل عدد من الإرهابيين وقيادات لهذا التنظيم، وأيضا اعتقال آخرين، وكان آخرها اليوم العملية في عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، حيث تم إلقاء القبض على أحد قيادات هذا التنظيم المهمة. وهذا دليل على أن اليوم لدينا قدرة وقابلية على أن نفتح عدة جبهات وبآن واحد وفي محافظات ومناطق مختلفة بآن واحد. طيب يعني سيادة اللواء، ما هي الرسائل من هذه العمليات؟ ذكرت العمليات ليست عمليات إلقاء القبض وإنما العمليات اللي ينفذها داعش، شنو الرسائل اللي يريد يوصلها خصوصا بعد الانتصار على داعش؟ لا شوف، احنا بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الارهابي وتحرير الاراضي العراقيه اشرنا انه لا زال هناك بقايا للفلول عصابات داعش الارهابي، وعلينا ان نستمر بعمليه استئصال ما تبقى من هذه الفلول. عصابات داعش الان حقيقه هي منكسره، لكن في نفس الوقت لو تركت هذه العصابات في المناطق النائيه الصحراويه في السلاسل الجبليه تعيد في الوديان ممكن ان تعيد نشاطها وتبدا بعمليات باتجاه القطاعات وباتجاه المواطنين، وهذا ما لاحظناه الفتره اللي سبقت، كان هناك نشاط لهذه العصابات الإجرامية باستهداف نقاط سيطرة، باستهداف قطاعات، لكن احنا بالمقابل هناك مقولة في لدينا تقول خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ان نستمر بعملياتنا الهجومية والاستباقية. اليوم العمل الاستخباراتي هو ليس بعد العملية، يعني بعد انه ينفذ مثلا عصابات داعش عملية ونقوم بعمل استخباراتي، هذا مو عمل، لكن العمل الاستخباراتي هو الاستباقي، انه قبل ان ينفذ وهو في طور التحضير او التخطيط تقوم بهذه العمليات، وهذا ما نركز عليه وحققنا حقيقه عمل جيد بخصوص هذا الموضوع. العمل الاستباقي والنوعي مهم جدا بضرب هذه الاوكار، المضافات، عناصر القاء القبض، ايضا ضربات جويه من قبل القوات الجويه العراقيه، طائرات الاف 16 نفذت في جبال مكحول وفي عدد من المناطق، وهذا دليل على ان اليوم الجهد الاستخباراتي مركز بشكل كبير باستهداف عصابات داعش، وايضا في موضوع حصر السلاح المنفلت وفرض هيبه الدوله وسلطه القانون. طيب سياده اللواء، نعود الى موضوع اخر، موضوع كركوك، خصوصا بعد الانتصار حدث يعني خلل في الوضع الامني في كركوك، يعني كيف تصف الوضع الان في كركوك؟ لا بالعكس، الموضوع في كركوك بالعكس، القطاعات مسيطره الان، زرت كركوك اكثر من مره، الوضع الامني مستقر في محافظه كركوك، لكن لدينا في جنوب كركوك، وتعرف انه هذه المناطق يعني الحويجه وامتدادها بوديان وادي الشاي مناطق اخرى، هناك بقايا الفلول اصابت داعش في هذه المناطق. هذا المقصود. نعم نعم، احنا ركزنا بعملنا خلال هذه الفتره، لانه نلاحظ انه هناك عمل مستمر بعمليات عسكريه، عمليات نوعيه، ضربات جويه. انا اعتقد اليوم القوات المشتركه في محافظه كركوك من خلال مقر متقدم لقياده عمليات مشتركه تقوم بواجب كبير ضمن هذه المناطق. النقطة الثانية المهمة أنه هناك أيضا تعاون المواطنين، اليوم المواطن يرفض هذه العصابات الإجرامية، لأنه ما شاهد من أداء خلال فترة سيطرتهم على العديد من المناطق هو قتل، ترهيب، كل أنواع الإرهاب مورس باتجاه المواطنين. اليوم لا توجد حاضنة لهؤلاء الإرهابيين، لكنهم يحاولون الاختباء في المناطق الوعرة والصعبة، يعني في الوديان السحيقة، في الأحراش، في بعض مناطق السلاسل الجبلية، الضربات مستمرة سواء من خلال القطاعات البرية أو من خلال القوة الجوية بضربات موفقة. طيب هل تستطيع سيادة اللواء أن تحدد لنا بالأرقام إن استطعت يعني حول أعداد داعش، الأوكار التي من الممكن أن تلاقونها موجودة حتى الآن في العراق؟ يعني المناطق اللي ممكن يتواجد بها. نعم، الجهد الاستخباراتي اللي عندنا هم بقايا، يعني يعملون ضمن مفارز تتراوح من 4 إلى 6 أشخاص أو عناصر، لكن لو تجينا على حقيقتهم هم ما متواجدين بشكل واضح، هم مختبئين مختفين، يعرفون أن هناك رصد وهناك متابعة. اللي علينا ما نقوم، لدينا بعض المناطق المؤشرة في بعض مناطق جنوب كركوك، وادي الشاي، بعض المناطق الأخرى، الوديان، المناطق الأحراش، يحاول أن يختبئ في هذه المناطق. أيضا لدينا مناطق الأخرى سلسلة جبال الحمرين أو مكحول. نعم. في بعض الأحيان ليس فقط القوات البرية اللي تنفذ، وإنما نعتمد أيضا على موضوع الطائرات، يعني طائرات الـF-16
تنفذ ضربات، طيران الجيش العراقي البطل كذلك ينفذ، وأيضا في بعض الأحيان يصير تنسيق من خلال قيادة العمليات المشتركة باستخدام طائرات التحالف بضرب بعض الأوكار المهمة. النقطة الأخرى، احنا نركز بعملنا في المناطق الصحراوية أيضا. عندنا مناطق الصحراء الغربية خاصة بالمناطق المحاذية للأراضي السورية في مناطق شمال شرق سوريا، لا زال يتواجد فيها إصابات داعش، وهذه المناطق أيضا هي مناطق مفتوحة وشاسعة ووديان وطيات أرضية، عمل استطلاع مسلح وقطعات برية وضربات جوية وعمل دؤوب مستمرين به. لهذا لا نريد أن نعطي أي فرصة لهذه البقايا، مستمرين باستئصالها واستهدافها. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، شكرا لانضمامكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق، وكشفت الوزارة أيضا في موقفها الوبائي عن تسجيل 3824 حالة شفاء، فيما رصدت 82 حالة وفاة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء وصلت إلى نحو 77%. على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلا أن نسبة الشفاء ارتفعت بشكل كبير خصوصا خلال المدة الماضية القريبة. وزارة الصحة أكدت أن مؤسساتها حققت نتائج جيدة ساعدت في الحد من انتشار هذا الوباء، فيما طالبت الصحة النيابية بمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج إيجابية للقضاء على الفيروس. نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق تتجاوز نسب الشفاء في العالم بعد إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء، مؤكدة أن جهد المؤسسات الصحية حقق نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن حالات الوفيات مقارنة بدول العالم هي الأقل. نسب الشفاء في العراق هي أعلى من المعدل العالمي منذ أشهر الحمد لله، خصوصا في الفترة الأخيرة ازدادت بشكل ملحوظ، وأيضا نسب الوفيات هي أقل من المعدل العالمي، وهذا أيضا أمر يحسب لوزارة الصحة وملاكاتها. ليس فقط توازن، عدة أيام كانت حالات الشفاء أعلى من الإصابات. حالات شفاء كثيرة تم تسجيلها لله الحمد، لأعمل أغلب من المرضى يعني في طور التشافي، خرج من مستشفانا كثير. الصحة النيابية من جانبها أشارت إلى أن العراق يمر بحالة توازن بين أعداد الإصابات والشفاء من وباء كورونا، مطالبة الملاكات الصحية بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر تسهم في القضاء على جائحة كورونا. بالرغم من وجود ارتفاع في عدد الإصابات، إلا أنه في نفس الوقت هناك ارتفاع في عدد حالات الشفاء، يعني نحن الآن في حالة توازن منذ أكثر من 3 أسابيع، وحالة التوازن هذه في علم الوبائيات تؤشر مؤشر ومعيار جيد، بالرغم من أنه هناك ارتفاع في الأعداد. المؤشر وحاليا نسبة الشفاء في العراق أكثر من 76%، المعدل العالمي 65%، نحن أكثر من المعدل العالمي. إجراءات العراق الوقائية لمواجهة وباء كورونا حققت نسبا متقدمة في الحد من انتشار الوباء، وكانت سببا في رفع بعض القيود التي شهدتها مختلف مناطق البلاد. العراق يحقق نسب شفاء عالية فيما يخص الإصابة بوباء كورونا، في وقت تؤكد وزارة الصحة أن نسب الشفاء قد تتجاوز أعداد الإصابات في الأيام المقبلة. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. وينضم إلينا أو معنا وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي. أهلا بك دكتور. يعني هنالك استقرار في معدلات الإصابة، أنه الأعداد مشابهة يوم بعد آخر أو تتزايد بشكل بسيط، إلى يعني متى ستتراجع هذه الأعداد؟ شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بكم وبكافة مشاهدي قناتكم الكريمة. بصراحة مثل ما ذكر التقرير، وأنه الآن في حالة شبه توازن بين حالات الشفاء وحالات الإصابات،
ولكن بصراحة أعداد الإصابات عندما نقارنها بالأيام السابقة هناك ارتفاع ملحوظ، ولكن هذا الارتفاع تبد، وهذه ناتجة عن عدم الالتزام الواضح من المواطنين. وبصراحة اليوم ونحن ذكرنا منذ الأيام الأولى أنه هذا مرض وقاية وليس مرض علاج، اليوم فيما يخص معالجة الحالات أصبحت واضحة، تحسن واضح، مثبت مقتبل وزارة الصحة، مثبت مقتبل منظمة الصحة العالمية وكل الجهات الرقابية الصحية في دول العالم، ثبتت هذا ازدياد حالات الشفاء وقلة عدد الوفيات. نعم يعني دكتور أحدثك بهذا الخصوص، أن معدلات الشفاء في العراق هي من أعلى المعدلات في العالم، أو يعتبر أعلى معدل شفاء في العالم إن لم يكن ثاني، يعني ثاني مستوى عالي من الشفاء. يعني كيف تفسر ذلك؟ ما هو السبب؟ هل الفيروس المتفشي اليوم هو ضعيف؟ لا لا، بصراحة واضح أنه بعد توفير أجهزة الأكسجين أو ما تسمى السيباب، وأيضا توفر مادة الأكسجين وتوفير الأدوية الضرورية جميعها الآن توفر في مستشفياتنا، أدت إلى هذه النتائج، وخاصة في تقليل عدد الوفيات بصراحة قل بشكل واضح جدا، وهذه نتيجة هذه الإجراءات في من قبل مؤسساتنا الصحية. طيب هي الأدوية يعني متوافرة في جميع دول العالم، لكن معدلات الشفاء مرتفعة لدينا. لا، احنا نحن نقارن الآن في بالأيام السابقة عندما كانت عدد الشفاء قليل وعدد الوفيات كانت أكثر من 100 يوميا، الآن انخفض بسبب توفر هذه الإجراءات، وأيضا بسبب تحسن نوع الخدمة في مؤسساتنا الصحية أدى إلى هذه النتائج المتميزة. نعم يعني كما ذكرت في سؤالي بأن هذه الإجراءات وهذه التعامل مع هذا الفيروس هو على نحو جيد في جميع دول العالم، هل أنت تصادق على هذه المعلومة بأن نسبة الشفاء تمثل 75% في العراق، في حين أن دول العالم 65 وما دون؟ بسبب عندما ناخذ دول العالم، هناك قد تكون دول العالم نسب الشفاء يعني مثل العراق، او ولكن بسبب بعض الدول العالم وخاصه ذات الاشكاليات الاقتصاديه الكبيره او ذات الاعداد الاصابات الكبيره تؤثر على النسبه، ولكن العراق الان بسبب انه توفر الخدمات المطلوبه للمريض بكافه انواعها وتحسن نوع الخدمه، وايضا اصبحت المعلومات اكثر عن طبيعه الفيروس وكيفيه التعامل مع الحالات، حسنت من الاداء في النتائج التي تحققت في مؤسساتنا الصحيه. نعم دكتور حازم الجميلي وكيل وزاره الصحه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذكركم باهم العناوين. الكاظمي في أربيل للمرة الأولى في عمر حكومته، وتفاهمات حول النفط وحل الملفات العالقة مع الإقليم. صارت عليها ملاطم، أنا عرفت المشكلة فيها، شنو الأرقام اللي فيها؟ صار عليها عركة وظلنا يومين. خلافات تعطل الاتفاق على التعديلات الدستورية، والبرلمان يرفع جلسته إلى إشعار آخر. في الملف الأمني، عمليات مستمرة لنزع السلاح غير المرخص وسقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد. نسب الشفاء في العراق هي أعلى من المعدل العالمي منذ أشهر الحمد لله، خصوصا في الفترة الأخيرة ازدادت بشكل ملحوظ. العراق يسجل أعلى معدل شفاء من كورونا في العالم، والصحة تسجل أكثر من 4000